وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: إني لم أشهد بدراً أنا وأبي، خرجت أنا وأبي حسيل قبل بدر، فأدركنا المشركون في الطريق فقالوا: إلى أين؟ فقلنا: إلى المدينة. قالوا: بل ستقاتلون مع محمد. قالوا: لا، نحن ما نريد إلا المدينة. قالوا: فأعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلوا مع محمد. فأعطيناهم العهد والميثاق. فلما دخل المدينة وجاءت وقعة بدر، ذهب حذيفة بن اليمان وأبوه حسيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، فقال عليه الصلاة والسلام: انصرف نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولذلك حذيفة بن اليمان برغم أنه كان حاضراً في المدينة مع أبيه إلا أنهما لم يشهدا بدراً لهذا، لأنهما أعطيا العهد والميثاق لكفار قريش ألا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وله مع عبد الله بن أبي بن سلول قصص، منها مثلاً ما رواه ابن حبان في صحيحه أن عبد الله بن أبي بن سلول كان في أجمة في مكان ملتف بالأشجار، فقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغ بها، فأراد عبد الله ابن عبد الله بن أبي أن يقتل أباه، ليه؟ لأنه أهان النبي عليه الصلاة والسلام. لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. من هذا ابن أبي كبشة؟ اللي هو جد أم النبي كما يقول ابن حبان. وكانت العرب إذا أرادت أن تعير إنساناً نسبته إلى جد غامض لا يعرف، وإلا فالجد المعروف الذي له نباهة مما يفتخر به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على دابته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب، عبد المطلب يعني ملأ الدنيا نباهة وشرفا، لكن ابن أبي كبشة غير معروف، جد أم النبي، وحتى جد من جهة الأم، يعني لا يكاد يعني فرع الأم يذكر، إنما ينسب المرء إلى أبيه في العادة، إنما الأم لا، ضايعة في النسب يعني غير مذكور. فما بالك بجد أم النبي، ليس له أي نباهة. وأبو سفيان في الحديث الذي رواه الشيخان ورواه البخاري في بدء الوحي، قصة أبي سفيان مع هرقل، لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا قول أحد قبله، أتباعه يزيدون أم ينقصون، العشر أسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان. قال أبو سفيان لما سأله هرقل وأجاب أبو سفيان على الصدق وحدث لغط في مجلس هرقل، قال أبو سفيان: خرجت من عنده وأنا أقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ده أبو سفيان اللي بيقولها برضو، يعير النبي عليه الصلاة والسلام. لقد أمر أي فشى وانتشر، فشى وانتشر، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا أي كثرنا مترفيها، فما بالك في بلد كثر فيها مترفوها مع فسقهم وبعدهم عن ربهم. يعني لك أن تتخيل حجم الفساد الذي يمكن أن يعني يجعله هؤلاء في هذه القرية. فإذا أراد الله عز وجل أن يهلك قرية كثر فيها مترفيها فأفسدوا فيها فأهلكهم جميعا، فهو يقول: لقد أمر أي فشى وانتشر. ومنه الحديث الذي يحسنه ويقويه بعض أهل العلم: خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة. فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج،
وسكة مأبورة، السكة هي النخل، يعني سكة النخل مأبورة أي كثيرة النتاج أيضا لها رطب كثيرة. فابن عبد الله بن أبي بن سلول يقول لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني كأنه يشتم النبي عليه الصلاة والسلام. فالكلمة دي بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الطرق المرسلة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر أراد بعض الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فذهب ولده عبد الله وقال يا رسول الله إنني لا أريد أن أرى قاتل أبي، مرني فلأقتله. ده ابنه، ابن عبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال له في هذا الحديث لما قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، قال يا رسول الله مرني فلأقتله فإنني لا أريد أن أرى قاتل أبي، أنا أقتله. فقال له صلى الله عليه وسلم بل بر أباك وأحسن صحبته. وهو يعلم أنه رأس النفاق، بل بلغ من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لما مات أخرجه من قبره، كما في رواية البخاري أخرج عبد الله بن أبي بن سلول من قبره ووضعه على ركبته وكفنه في ثوبه ونزل فدفنه. حتى إن البخاري في بعض يعني طرق هذا الحديث بوب فقال باب هل يخرج الميت بعد دفنه لعلة، وطبعا واضح من التبويب أنه يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعلة أيا كانت هذه العلة، كأن مثلا يدفن مع نساء، يدفن مع نساء، والأصل أنه لا يجوز دفن الرجال مع النساء. فعجب يا أخي، وهم موتى فكيف بالأحياء؟ أنا يعني أهدي القصة دي للجماعة اللي بقول لك اللي اختلطوا فيش حاجة، يعني الرجل مع المرأة خلطبطة مع بعض وهم أحياء، إذا كانوا وهم أموات يفصل بينهم في القبر، لا يجوز أن تدفن امرأة مع رجل في القبر بعد ما مات، أفيجوز أن يختلط الرجل بالمرأة وهم أحياء؟ ممكن لعلة كهذه، يمكن أنه بعد ما يدفن الرجل أو تدفن المرأة ممكن تخرج من القبر. فتصور لما النبي عليه الصلاة والسلام أولا يصلي عليه، وعمر اعترض رضي الله عنه ونزلت الآية موافقة لقول عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نزلت الآية بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، وقال إني اخترت أن أستغفر له ولو كان بعد فوق السبعين لاستغفرت له حتى نهي عن ذلك، وأخرجه من قبره. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه رأس النفاق. هذا تعامله مع أعدائه ومع خصومه. ولما قيل له أن أقتله يا رسول الله قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لم يقل يقتل صاحبه برغم أنه واحد بس. ولو ذهبت إلى كتب الصحابة لتفتش عن اسم عبد الله بن أبي بن سلول لن تجده، لن تجد عبد الله بن أبي، برغم النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لم يعده أحد من علماء المسلمين في الصحابة إطلاقاً، لأنه مات على النفاق، النفاق العملي، النفاق الاعتقاد. وقال أصحابه ولم يقل صاحبه، لأن عادة الناس أنه بيزودوا في الكلام، وإذا قتله على ما واحد ينقل يقول لك قتل واحد، ويقول لك قتل واحد كمان، وثالث قتل اثنين ثلاثة أربعة، على ما يوصل لآخر واحد في الجزيرة يبقى هو جمع. الناس بتزود في الكلام، يبقى على ما يوصل لآخر واحد يبقى أصحابه مش صاحبه. فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذهب إليه الناس عادة من التزيد في الكلام.
وبرضو قصة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، برضو مع عبد الله بن أبي بن سلول، كمان حديث زيد بن أرقم في البخاري وغيره. هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ومع خصومه، فكيف كان تعامله مع أصحابه؟ ده مع خصومه، وتلحظون فيه الرقة والنبل والكرم في الأخلاق. كيف مع أصحابه؟ نحن اليوم مع موقف في غاية القمة في الروعة، رائع للغاية، وأنا لا أستطيع أن أوفيه إلا في مجلسين. هذا هو المجلس الأول لهذا الحديث الماتع الجليل الذي رواه عشرة من التابعين عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام. النهاردة بإذن الله سيكون نصف الحديث أو طائفة من الحديث، لأنني أجمع طرق الحديث وأجمع ألفاظ الحديث، وقلت لكم رواه عشرة من التابعين عن جابر بن عبد الله الأنصاري. اليوم المجلس الأول، والمجلس الثاني تتمة هذا الحديث سيكون يوم الأحد إن شاء الله في فندق الشعلة، في قاعة فندق الشعلة مع جمعية راف إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الجليل رواه الإمام البخاري ومسلم وبعض أصحاب السنن والإمام أحمد وابن خزيم وابن حبان، طائفة كثيرة من علماء الصحاح والمسانيد والسنن. يقول جابر ابن عبد الله، أنا كما قلت لكم أحاول أن أجمع يعني طرق الحديث، وهو جابر ابن عبد الله بن حرام، أبوه عبد الله بن حرام قال له، كما روى جابر رضي الله عنه في رواية نبيح العنزي، وهي أوفى الروايات سواء في المقطع الأول أو في المقطع الثاني. تليها في الروايات رواية عامر الشعبي بن شراحيل الشعبي بن شراحيل الشعبي، تليها في الثالثة يعني رواية وهب بن كيسان. الثلاثة دول هم تقريبا أكثر الرواة تفصيلا في هذا الحديث، رابعهم سالم بن أبي الجعد، أيضا رواياته برضو طويلة بعض الشيء. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليلقى المشركين. الكلام ده كان في واقعة أحد. قال: فناداني أبي وقال: يا بني، إنني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، فلولا نسيات لي، نسيات جمع نساء يعني، لولا نسيات لي من بنات وأخوات لأحببت أن تقتل بين يدي، فاستوصي بأخواتك خيرا وعلي دين فأده، وكن في النظارين. لا عليك أن تكون في النظارين. النظارين، النظارون اللي هم الجماعة الذين ينتظرون نتيجة المعركة، يعني يقول لولا إننا ترك بنات لي، وكانوا تسعة، كان جابر بن عبد الله مع تسع بنات، وفي رواية سبعة وفي رواية ستة، ولو أخوات اللي هي عمات جابر بن عبد الله، يقول لولا النساء دول وإننا عايزك تبقى وراي علشان ترعاهن لأحببت أن تكون قبلي وأن تقتل بين يدي شهيدا، لأحببت أن تموت بين يدي. قال جابر: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح. ناضح هو البعير، تعرف الخرج لما بيوضع بيكون في مكان في اليمين ومكان في الشمال. وضعت والد جابر في ناحية ووضعت خال جابر في ناحية قتلى، وجاءت بهما لتدفنهما في مقابرنا. فلما وصلت بهما إلى المقابر إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارجعوا بالقتلى فادفنوهم في مصارعهم.
حيث قتلوا في سفح جبل أحد. قال: فبينما أنا في خلافة معاوية، يعني بعد 40 سنة، إذ جاءني جاء فقال: يا جابر، إن عمال معاوية وهم يثيرون الأرض أخرجوا طائفة من أبيك. تعرف القتلى مدفونين في سفح الجبل. فمعاوية بن أبي سفيان أراد أن يعني يرصف طريقا، يمهد طريقا وكذا، فالعمال عاملين يحفروا في هذا المكان اللي فيه القتلى، وإذا بجثة والد جابر لعبد الله بن حرام يخرج منها بعضها، جزء منها. فجاء رجل إلى جابر وقال له: إن عمال معاوية أخرجوا بعضا من جثة أبيك، فتعالى ادفنه أو واره أو انقله إلى مكان آخر. قال: فلما ذهبت لأخرج الجثة فإذا هي على النحو الذي دفنته من 40 سنة، إلا ما كان من موضع القتل. في بعض الروايات أن والد جابر رضي الله عنه عبد الله بن حرام لما طعن وضع يده على جرحه فدفنه جابر ويده على جرحه، يقول: فلما يعني رفع يده انبجس الدم منها. يعني هل رأيتم مثل هذا؟ يعني أخرجه من قبره بعد 40 سنة كأنه دفن الآن. والد جابر عبد الله بن حرام هو الوحيد، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، الذي كلمه الله عز وجل كفاحاً من غير ستار ولا واسطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: ألا أبشرك ما كلم الله أحداً إلا برسول أو ترجمان إلا أباك عبد الله بن حرام. كلمه الله كفاحاً، أي وجهاً لوجه، تعالى وجه الله تبارك وتعالى. فقال له: تمن علي يا عبدي، قل لي ماذا تريد، ما تشتهي؟ قال: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال: قد مضى القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فهذا يعني هذا شرف باذخ، أن يكلم الله عبدا كفاحا بغير ستار، بغير رسول، بغير ترجمان. ولما قتل عبد الله بن حرام والد جابر كما في الصحيحين، ومثل به فغطوه، فأراد جابر أن يرفع الثوب يعني عن وجه أبيه، فنهوه أن يرفع وجهه لأنه مثلوا به. وفي رواية في الصحيحين أيضا قال: فكشفت عن وجهه وجعلت أبكي، فلما كشف عن وجهه ناحت أخته، ناحت أخت عبد الله بن حرام، فقال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، فلا زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. هذا عبد الله بن حرام والد جابر، هذا الرجل العظيم الذي ظللته الملائكة وكلمه ربنا كفاحا، قال لابنه: يا بني، إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل، وقد كان قتل عبد الله بن حرام في أول من قتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاستوصي بأخواتك خيرا، وإن علي دينا فأده. النهاردة هنتكلم عن النصف الأول من وصية عبد الله بن حرام، اللي هو استوصي بأخواتك خيرا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وقد بينت الطرق
طرق الحديث أنه كان في غزوة ذات الرقاع. قال: فأعيا جملي وتفارط الناس، فقلت: واله فأمياه، لا زال معنا جمل قطوف. القطوف أي بطيء قريب الخطو، يعني بيمشي إيه؟ بطيء جدا، يتساوق هزالا، أعيا من كثرة المشي. قال: فبينما أنا أقول ذلك وقد تفرط الناس، يعني إيه؟ مشى الناس وتركوه في الخلف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته أن يكون في أخريات الناس، يزجي الضعيف ويساعد المحتاج، ودي يعني طبيعة أي رجل يحمل مسؤولية، ليس على عادة الكبراء اليوم. الكبراء اليوم دائما يكونوا في مقدمات الناس، هم في الأول والناس من خلفهم. لا، النبي ما كانش كده عليه الصلاة والسلام، كان إذا كان مع أصحابه يقول: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. فكان من عادته أن يكون في أخريات الناس. بيعمل إيه بقى لما يكون في أخريات الناس؟ يزجي الضعيف ويساعد المحتاج. وفي بعض الأحاديث الضعيفة التي تساعد في هذا المعنى كان يقول: سيروا بسير أضعفكم. وهذا على أي حال وإن كان ضعيفاً، لكن سنته عليه الصلاة والسلام كانت تؤكد هذا. منها مثلاً قول عثمان بن أبي العاص: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. فقال له: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. يؤيده: من أم بالناس فليخفف. لما تيجي تصلي بالناس ما تصليش مثلا بالبقرة، ليه؟ لأن سيسقط خلفك ضعاف ما عندهمش قدرة على الوقوف. لكن لو قرأت مثلا بالشمس وضحاها، القوي سيتمكن من الوقوف والضعيف أيضا سيواصل، لكن تقرأ بسورة طويلة سيسقط من خلفك الضعفاء. قال: أنت إمامه واقتدي بأضعافهم. المهم، دي كانت من عادته عليه الصلاة والسلام. فأثمرت هذه العادة الجليلة الجميلة بأنه أدرك جابرا، الناس كلهم انفرطوا ومضى الناس وتركوا جابرا وحده مع جمل عيي ظالع تعبان مش قادر يمشي ولوحده في الظلم. فقال: من؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جابر. قال: ما دهاك؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ قلت: نعم. فأعطيته العصا فضربه ضربة أو ضربتين، وفي رواية: فنخسه، فهب الجمل وأدركته العافية وصار يسبق ناقته. شوف الجمل الذي كان يتساوق هزالا، مش عمل مكسح كده مش عارف يمشي، صار الآن يكاد يسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفين ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تلحق، لدرجتي كما في صحيح مسلم أن المشركين لما أغاروا مرة على سرح النبي صلى الله عليه وسلم وماشيته أخذوا الناقة دي، اقتادوها وأخذوها، وأخذوا امرأة من المسلمين أسيرة. فالمرأة دي بينما هي أسيرة إذ سمعت صوت الناقة، وكانوا يعرفون صوتها. ده برضو من إيه؟ من الحاجات اللي هي الصحابة كانوا يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون عنه كل شيء. يا أخي، حتى يعني صوت الناقة كانوا يعرفون أنها هذه ناقة النبي. لو 100 ناقة موجودة مع بعض وكلهم عملوا صوت، يعرفوا أن دي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لما علمت سمعت صوت الناقة تسللت وركبتها وأطلقت لها العنان، هربت عليها يعني راجعة إلى المدينة. فلما علم المشركون أن المرأة فرت انطلقوا وراءها فلم يدركوا الناقة، يعني امرأة نصحة يعني لم يدركوا الناقة. المرأة بقى وهي راكبة الناقة وهم وراها مش عارفين يجيبوها من سرعة الناقة، نذرت
إن الله أنجاها أن تذبحها. تخيل، يعني مش تعلفها مثلا وتأكلها ولا تشربها، لا، نذرت أن تذبحها. فبعدين لما نجت عليها وما عرفوش يحصلوها، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أدي العضباء هي، بس أنا نذرت أن أنا أذبح، أعمل إيه بقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك العبد. يعني ما جيش مثلا كده، مثلا نذرت نذر وقول لله علي ان الميت في الدم بتوع الحاج عبد ربه لله ان حصل لي كذا وكذا، طب هي ارضك؟ يعني انت تنذر ما ليس لك؟ هي نذرت ان تذبح ما ليس لها، ما هو مش بتاعتك برضه. فناقه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا تلحق، جمل جابر عمال يسبقها. يقول جابر: فاشد خطامه، عيب عليك ان انت عايز تسبق الناقه يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الم ترى الى جملك؟ قال: يا رسول الله، ادركته بركتك. قال: فجعل يسامرني. شوف يعني خلاص الجمل جابر لوحده في الضلمه لوحده، معهوش حد خالص، وبيقول: واله فامياه، عمال يعني حظه لا زال لنا نضح سوء، مش عارف امشي عليه، دايما كده كسلان وتعبان وميتان والكلام ده. فبعد ما الجمل ادركته بركه هذه الضربه او هذه النخسه، النبي صلى الله عليه وسلم يسامره. قال: الم ترى الى جملك يا جابر؟ قال: ادركته بركتك يا رسول الله. قال: ما اعجلك يا جابر؟ انا شايفك مستعجل. قلت: نعم يا رسول الله، انني حديث عهد بعرس. يدوبك تزوج الرجل ونودي بالغزوة فخرج إلى الغزوة. إنني حديث عهد بعرس. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأيم كانت بالمدينة. وفي رواية قال: بامرأة خلا منها. خلا منها إما يكون فاتها قطار الزواج ويأست أن تتزوج، أو خلا منها يعني مات زوجها. المهم ده معنى الأيم. الأيم المرأة التي لا زوج لها، سواء لا زوج لها إما بموت زوجها أو بطلاقها أو أنها فاتها قطار الزواج كما يقال، يعني عانس. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وفي رواية للطبراني: وتعضها وتعضك، بس الرواية ضعيفة، ها، لأن احنا مش عايزين مشاكل، ها. واحد يجي يقول لي: كنت فاكرها رواية. أنا: لا يا حبيبي، رواية ضعيفة، ها، مش عايز مشاكل. تعضها ولا حاجة، وتعضك وتيجي بتخر دم ولا بتخر دم، مشكلة بقى، ها. تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وفي رواية البخاري، وفي رواية للبخاري، لأن البخاري روى هذا الحديث في مواضع كثيرة، تقريبا في أكثر من 10 مواضع من في صحيحه، كل موضع يأخذ منه فائدة، سواء كان في دين جابر أو كان في زواج جابر رضي الله عنه. في رواية البخاري قال: ما لك وللعذارى ولعابها. اللعاب ما يأخذها من اللعاب يعني. ليه؟ لأنه البكر بتحب بقى اللعب، ليست يعني لم تجرب الرجال، لم تجرب الزواج، فتلاقي عقلها صغير شوي لسه، يعني كانها في بيت أهلها. ويعني عائشة رضي الله عنها قالت كما رواه البخاري في صحيحه: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وبصراحة يعني أنا عايز النساء يعني يطلعن أكثر على سيرة عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام. كانت ذكية في غاية الذكاء عائشة رضي الله عنها، ولا يكاد الرجل يألف إلا امرأة ذكية. المرأة الغبية الرجل يطأ منها، لا يطيق المرأة الغبية.
يبقى مثلا بياكل خلاص هو متعود كده، كل ما ياكل امرأته يتحط له مية يتحط له عصير، ساعات بيزور فيبلع بمية يبلع بعصير مثلا وخلاص الرجل تعود على كده، ثم تحط له الأكل لا من غير مية ولا عصير، الرجل زور تمام كده، أي مالك عايز حاجة؟ قال لا عايز حاجة، لا خدين لكمية هنا أنا عندي لقمة واقفة في زوري، اديني واحدة هنا على أفاية عشان خاطر أبلع. ده إيه ده؟ لا خلاص أنت عرفت أن الرجل ممكن يزرع ممكن يشرع، حطي له الحاجة. الرجل يحب المرأة الذكية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى عائشة رضي الله عنها. منه هذا الموقف، أرادت أن هي تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد، الحراب، أنت عارف الحبشة المسلمون كانوا يلعبون بالحراب على تدريب على الحرب يعني وكذا، فقالت أبدت للنبي صلى الله عليه وسلم رغبتها أن تتفرج على الحبشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عضاضة الباب، وضع يده على كتف الباب يعني، وهي وضعت ذقنها هنا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وبتتفرج على الحبشة، وبعدين العملية طالت، عملية تتفرج وطالت العملية شوي، فيقول لها يعني كفى، تقول له بعد لسه ما شبعتش يعني عايز اتفرج. تقول عائشة وما كان بي من حاجة إلى النظر، لكن أردت أن أعرف مكاني في قلبه. ها يعني أنت مثلا أو أنا يعني لو بنعمل كده والواحد إيده وجعته بيقوم عاملها كده ناطر لها دقناها فوق، ها ما كفاية يعني إيدي وجعتني. هي بقى عائشة رضي الله عنها تريد أن تعرف مكانها في قلبه، كل ما كفاية تقول له شوية كمان شوية كمان بعد. ها قالت عائشة تعليقا على هذا فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. إذا كانت المرأة أنت متزوجة سنها 16 سنة 17 سنة خلافا للقانون، ها القانون يقول لك 18 سنة، وطبعا هذا قانون ما أنزل الله به من سلطان، بل متى بلغت المرأة وكانت صالحة للزواج تزوجت، ده ربنا عز وجل قال في القرآن واللاتي لم يحضن كمان، إذا لم حتى لم تحضن المرأة وكانت صالحة للزواج جاز أن تتزوج بإجماع الأمة إعمالا لهذه الآية الكريمة واللاتي لم يحضن، تمام لها عدة أيضا، ولا تعتد المرأة إلا من زواج إما بعقد أو بدخول، ولكن العلماء المسلمين اشترطوا في الدخول أن تكون المرأة مطيقة للدخول تمام، وإلا يمكن أن يعقد عليها ولم تحض بعد وتصير زوجة بنص الآية تمام. فالمرأة ممكن تكون صغيرة فتتصور المرأة أنها في بيت أبيها، زي ما بتدل على أبيها تريد أنها برضو إيه تسوء الدلع على زوجها، فلا يكونن زوجها ضيق العطن معها، تستطيع أن تخطف قلب المرأة بحلمك وكرمك، أحسن صفتين، الرجل يستطيع أن يجعل المرأة أمة عنده، أن يكون حليماً فيتغاضى عن هفواتها، وأن يكون سخياً معها أيضاً تمام؟ فجابر بن عبد الله الأنصاري إن لما قال له بمن تزوجت يا جابر قال بأي من كانت بالمدينة، قال فهلا بكرا، وهذا من باب النصح له والنصح للأمة كلها، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، أو قال ما لك وللعذارى ولعابها، فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، خرق جمع خرقاء، الخرقاء هي التي لا تدبر أمر نفسها، زي ما قلت لك من شوي صغيرة في السن تتصور أنها في بيت أبيها، ادخلي المطبخ اطبخي تحرق له الرز وتشيط له الطبيخ وتعمل له مش عارف ايه، وعلى ما تبقى إنسانة ماهرة في الطبيخ الكلام تكون هدرت من المعاش ما شاء الله خلاص. فعليه أنه إيه يعني يصبر عليها. حدثني بعض أصحابي قبل أن أتزوج يعني
وأنا بسأله يعني إيه، قول لي يعني اديني شوية تجارب كده، أنا قادم على زواج فاديني شوية تجارب كده عشان إيه أنفذها يعني. فقال لي إذا أردت أن تعاقب امرأتك فعاقبها على معنى شرعي ولا تعاقبها على شيء دنيوي. قلت له إزاي يعني؟ قال لي أنا لما تزوجت كانت امرأتي صغيرة، فكل ما تطبخ تشيط لي الرز، تشيط لي الطبيخ، تجيب لي شوية ملوخية من غير ما تخرطها وتحط لي الملوخية ورق في المية وتسلقها وتقول لي كل ملوخية، أطلع الورقة كده أصطادها بالمعلقة، ها؟ قال دي ملوخية ما طبختش في بيت أبوها دي ولا إيه؟ ها؟ فبقول أنا طبعاً لسه موظف غلبان وعلى قد حالي، وعمال أتشيط لي في مش عارف الرز والطبيخ وتهدر لي المعاد، وأنا بكظم في غيظ ونفسي أضربها بس مش عايز. فمرة دخلت عليها كده وأنا متحشر منها بقى بصراحة، يعني بوظت لي كتير منها، قلت لها صليت الظهر؟ كانت بتطبخ. قالت لا أنا لسه ما صليتش الظهر، وضربتها على محترمة. ها؟ أتؤخرين الظهر يا امرأة؟ ها؟ تقدمين أمر الدنيا على أمر الله يا امرأة كده يعني. فعرفت من يومها إنها إذا أخرت الظهر هتاخد علقة. وديت لها درس بقى، قلت لها شوفي بقى أنا لا طبيخ يهمني، ها، ولا رز يهمني ولا الكلام ده، شوف شيطت الطبيخ لا ضربتك ولا عاتبتك ولا قلت لك كده، تأخرت الظهر هطلع عينيك إذا أخرت مش عارف إيه، تمام. فبقول لي من يومها بقى ماشي على العجين ما تلخبطوش، تمام التمام والحكاية. فإياك أن تعاقبها عليه كده يعني. فأنا الحقيقة لم أحتج إلى نصيحتي في حياتي يعني، الحمد لله، لأنني منذ عقلت يميني من شمالي وأنا كلف غاية الكلف. وأنصع إخواني بهذا والله عن تجربة. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب أمره، بل كما فعل تفعل تفوز على طول، تفوز. أنا كلف غاية الكلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية، من يوم ما عرفت السنة وأنا أجمع بالملقاط بالمنقاش كل شيء يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام الشخصية، في بيته ومع زوجاته ومع أبنائه ومع يعني حريمه صلى الله عليه وسلم، وما يفعل أفعل بالضبط، إلا يعني ما كان من المضغة التي في قلوب بني آدم، يعني لا يستطيع المرء أن يصل إلى ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لن تعدم حيث تتبع عليه الصلاة والسلام أو تقلده كما هو أن ترى خيرا كثيرا في بيتك. فجابر بن عبد الله الابن الوفي لوصية أبيه ترك متعته الشخصية وترك راحته أن يتزوج بكرا، وتزوج امرأة في سن أمه، قال تزوجت امرأة تأيما كانت بالمدينة أو امرأة خلا منها الزواج، فقلت تمشطهن وتفليهن وتقوم عليهن. يعني إذن هو يحتاج لأم لهؤلاء الأخوات، مش محتاج لزوجة، ها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أصبت ورشدت، أنه هو اختار أم لأخواتي البنات، ليه؟ لأن عندهن خرقاء، الواحدة منهن خرقاء لا تستطيع أن تقوم على أمر نفسها، لدرجة أنه يقول تفليهن، عايز واحدة تفلي البنات، لأن عادة البنات قبل البنت تبلغ الكلام ده بيكون في رأسها بقى حاجات وكده، تحتاج إلى أم نابها تفليها أو إلى أم أو إلى أخت أكبر تفليها. وصل الأمر إلى هذا. وفي بعض الروايات قال يعني فما مدح ولا ذم، ما قالوش أصبت ولا رشدت، لكن في بعض طرق الحديث قال له أصبت ورشدت. فهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وفى لأبيه في وصيته الأولى، قال يا بني أوصيك بأخواتك خيرا، فتزوج لهن امرأة بمنزلة الأم، رضي الله عن جابر. دي هذا أول شيء فعله جابر رضي الله عنه امتثالا لوصية أبيه. يبقى دين جابر،
وفيه العجب العجاب في دين جابر. يعني إذا كنا تعجبنا بعض الشيء في يعني تنفيذ الوصية الأولى، أما قضاء دين جابر فإن فيه عجبا شديدا جدا. إن شاء الله يعني أدعه وأذره إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله في يعني فندق الشعلة في أو في قاعة الاجتماعات اللي سنعقد فيها المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.